طيب تعالى بقى نروح لماتش الاهلي والبنك الاهلي، وكيف رايت هذا اللقاء وكيف رايت اداء النادي الاهلي؟ انا كنت شايف ان لعيبه الاهلي خايفين شويه على من الاصابات، شويه مركزين شويه بعيد عن المباراه، بس كان اهم حاجه عندهم يخطفوا الثلاث نقاط ويركزوا انهم ياخدوا الثلاث نقاط يبقوا في القمه، وفي نفس التوقيت هم دماغهم في حته تانية خالص. يعني هو زي ما يكون مركز بقى في حاجه بقى. لا باصص في كاس عالم الانديه خلاص، يعني انت محفل عالمي حاجه كده جايه لك او جايه من السماء. أيوه. هدية طبعًا. بعد الظلم اللي حصل ونقل صحيح. المباراة بالشكل اللي كان طبعًا. فيه مشكلة كبيرة انها تنقل المغرب. الناس كلها كانت منتظرة من الأهلي يعمل زي ما عمل مع الزمالك. يعني يدي ثلاثة البنك الأهلي أو أربعة، بس دايما متعودين الماتشات الكبيرة زي الأهلي، الأهلي يلعب مع الزمالك مثلا الماتش اللي بعده يبقى شوية الدنيا مريحة. عند الأهلي كسبان الزمالك وثلاثة صفر وعامل شوط تاني ولا أروع، أكيد في سنة تريح شوية، خصوصا أن كل واحد خايف بقى على نفسه يتعور يتصاب يحصل له حاجة يحصل له مشكلة، لأنه قدامه بعد عشر أيام أو بعد أسبوع واحد محفل عالمي طبعًا. الناس كلها بتتفرج على المباريات. بالمناسبة شايف فرصنا في المحفل العالمي ده وصل لفين؟ حلو المحفل دي. حلو المحفل دي صح؟ في كأس العالم حلو جدا. عايز أقول لك خدت الحلقة في حتة جديدة تمام. شايف فرصنا إيه بقى في كأس العالم للأندية؟ فرص النادي الأهلي. فرص النادي الأهلي. بص أنا امبارح ناس كلمتني كتير قالوا لي بقول لك إيه، إحنا شبعنا برونز، الدولاب مليان برونز فعلا والله، دي جمله سليمه، يا فضه يا ذهب. ايوه عجبتني الكلمه والله فعلا، يعني فعلا دولاب الاهلي مليان برونز. لا عايزين بقى الذهب بقى سعره كام دلوقتي والفضه بقت بكام. ف اللي خلى الاهلي يعمل ده في البطوله اللي فاتت بدون نجومه الكبار، وكل الاهلي لعيبه الاهلي النجوم قادر انه يعمل ال ال العروض الجيدة. امبارح عجبني خالد عبد الفتاح، مان اوف ذا ماتش. لا سيبك مان، لا ما هو مان اوف ذا ماتش عن استحقاق عشان الاداء الجميل. بقول لك بعيدا يعني على التفصيله دي. متفق معايا؟ متفق معاك طبعا. هو قال كلمه حلوه قوي، ما اعرفش هو ولا مروان عطيه، لما قال انا امي دي عيالي، من اسبوع واحد كنت فين ودلوقتي انا رايح فين. يعني كنت فين؟ في نادي بيلعب تالي ده مروان، احنا قلناها معانا في الاخر تالي مروان، لا تالي خالد عبد الفتاح على ما اعتقد. يعني ممكن المهم واحد من الاثنين ابننا وخلاص. لما يقول جمله زي دي جمله جميله جدا طبعًا. ان لعيب فكر ان هو خلاص انت انت انتقلت من مكان لمكان. وفي حاجه مش الناس مش واخده بالها منها، خالد عبد الفتاح لما يجي ويلعب ويبقى بهذه النجومية صح، ده يحسب وقت قليل للنادي الأهلي طبعًا. يحسب للجهاز الفني أنا اللي قدر صح. اللي قدر في ظرف أسبوع واحد بس يعرف إمكانيات اللاعب ويقدر يلعب جوكر مساك ويلعب باك يمين ويلعب باك شمال على ما أعتقد فترة من الفترات. ده أنت هتلعب ماتش آخر تلعب جون، فده معناه إيه؟ معناه أن الراجل اللي في الكولر ده مش سهل صح. يعني في ظرف اسبوع عرفت امكانيات لعيب بحجم لسه جاي عندك. ده في مدربين بيقعدوا ثلاث سنين على ما اكتشفوا امكانيات اللعيبه التانيين وبيدوا له بيقعد ثلاث سنين ويكون الثاني مشي، يكون مستواه باظ واللعيب عجز ويكون اللعيب عجز بجد. مش انت بتحسبيني بهزر؟ والله العظيم في مديرين فنيين بيقعدوا اللاعب جنبهم سنه عشان الانسجام، بلاش ثلاث سنين دي، سنه علشان الانسجام. لكن المدير الفني الواعي اللي يقدر يكتشف مكامن حلو، مكامن دي برضو مكامن النهارده في حلاوتها والله، النهارده في ابداع ما تقلش في حلاوتها عن محافل عن محافل طبعا لا محفل ولا محفل. فلا انا عاجبني كولر، عاجبني ذكائه، عاجبني حاسس ان الاهلي في امان مع كولر. راجل راسي راجل هادي، وعشان كده مفيش حساب مفيش ضغط جماهيري عليه، لا بالعكس سايبينه براحته خالص، انه قادر ان هو يقود سكه او سفينه الاهلي ل بسم الله ما شاء الله. طبعا ما خسرش ولا مباراه، مبارياته كلها بياخد منها اللي هو عايزه، وده شيء جميل جدا. لعيبه النادي الاهلي قالوا رامي ربيع هيمشي وما ينفعش ومش نافع، ومحمد شريف وغيره. رامي ربيع حاليا احد نجوم الدفاع، بل انه رقم واحد، انا عندي رقم واحد دلوقتي في المدافعين. محمد هاني نفس الحكايه، طور لعيبه وطور اداء لعيبه. حسين الشحات كلام كتير جدا عنه انه ما ينفعش وخلص وشطب ومش هو بتاع ريال مدريد لما كان في الامارات والدنيا. كهربا فكره عوده كهربا بهذا النضج عمل حاجه على فكره، دي مش بس تحسب لكهربا، عمل حاجه جميله جدا. كهربا الناس كلها متوقعه يلعب امبارح ريح ما ينفعش. وكلام لما قاله في مؤتمر لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش لعبه
راجل قاعد بقاله سنتين بيتدرب بس ومش حاسس المباراة، لا اديته المباراة المهمة اللي ترجعه تاني، اديته ماتش سموحة يبتدي يسخن، اديته ماتش جماهيري زي الزمالك يشفي غريله فيه بقى، لانه المنافس التقليدي هو اللي عايز يوقفه لما يجيب جون كمان، لا شكل تاني مختلف تماما. في فكر يعني ورا القصص دي كلها. لا 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 راجل فاهم، راجل تحس ان هو من هو من سويسرا صح؟ اه من سويسرا البلد اللي هي جنب الكوبري اللي جنب. ايوه لا 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 يعني فاهم وواعي وعارف وهادي، مش محتاج بروباجندا ولا محتاج اعلام ولا هو مش صاخب باي شكل ولا لا، هو هادي هو بيجمع في ثقه بس يعني بس بيجمع. بس في حاجه تانية الناس مش ملاحظاها عليه، ابني قالها لي امبارح، فبيقول لي يا بابا هقول لك على حاجه، قلت له نعم، قال لي الراجل ده بتاع الماتشات الكبيره بيبدع في الماتشات الكبيره، عشان كده انت سالتني سؤال في البدايه خالص على كاس العالم للانديه، لا باذن الله ما تخافش على الاهلي في كاس العالم دي، مباريات كبيره والراجل ده بيعرف يفكر كويس، بيعرف يستغل اوراقه بشكل كويس. بس في 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 في, في نوع في كواليتي المنافس. في لقطه خدت بالك منها لما الشناوي وقع في الارض عمل ايه؟ واقف مذهول. طبعا وكان بيكلم مع لما كان بيعالجه رجله كان كانت رجله انا حسيته بيقول له ايه؟ في ايه؟ هو هيحصل ايه؟ احنا عندنا طبعاً. لا طبعاً. يا وحش كان تعبير وشه بليغ قوي في اللقطه دي. مستنياك لا والرياكشن بتاعه بره الملعب بيتعامل ازاي وبيتكلم ازاي، ولما قال له معلول خليك جنب هنا ما تقدمش في ماتش الزمالك، لا بص مدرب بسم الله ما شاء الله حاجه جميله حلوة. وان شاء الله يكون بدايه سلسله من البطولات للنادي الاهلي، سلسله من التوفيق للاعبين اللي هم انا شايف ان هم استعادوا معاه مستواهم بشكل كبير جدا، والفارق هو ظاهر في المستوى. بص على الجدول، جدول يضحك بصراحه يعني إيه؟ جدول الضرب بتاعنا ده جدول الضرب يضحك الترتيب يضحك بأمانة. بس في حاجة أنا بخاف منها دايما، إيه هي اللي اختلفنا فيها أنا وأنت المرة اللي فاتت؟ المستوى بتاع النادي أو بتاع النادي الأهلي لازم أطور منه، ما بنيش على أنا موجود في أي سكة وخليني فيها، لازم أطور نفسي وأعمل حساب للمنافسين. عندي مش منافس واحد بس السنة دي، لا الزمالك فيوتشر بيراميدز في أربع خمس منافسين، والأندية كلها مدعمة صفوفها بلاعيبة من العيار الثقيل، ما فيش نادي ضعيف، كل الأندية عندها قايمة مليانة لعيبة كويسين. وخلي بالكم في حاجة مهمة دلوقتي، في تدوير في المدربين اللي انتوا شايفينه ده طبعا أنا عامل إحصائية في الأهرام الرياضي مش هتتخيلوها، سنة ميلادية سنة ميلادية 2022 ليناير 2023 68 مدرب تعاقبوا على الأندية. تخيلوا ضفت معاهم فيريرا وإيهاب دلال؟ ما 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 مش هخمن ده هو بس لا ده فيريرا أو فيريرا طارق إيهاب جلال طارق العشري أحمد سامي أربعة يبقوا 72 72 مدرب في 365 يوم. غريب قوي الموسم مدرب ظاهره غير صحيه غير صحيه بالمره وفيها لعب ومش بمصلحه حد فيها لعب فيها لعب كبير جدا يعني لعب وكلاء اوكي لعب كبير مفيش التزام باللائحه مش في لائحه بتقول. طب هقول لك على معلومه البنك الاهلي مشى مين؟ خالد جلال في بدايه الموسم ومشى مين تاني؟ وحلم طولان. هل يحق له يجيب مدير فني؟ لا. طب هو عين ليه الاخ امير عبد العزيز ليه؟ وامير عبد العزيز شغال اصلا في البنك الاهلي شغال في المنظومه بتاع كره القدم هناك، فجايبينه هنا في مشكله الناس مش واخده بالها منها، اشمعنى امير يعني؟ امير ده جديد فالدنيا هنا. ايهاب جلال لا يحق له تدريب اي نادي هذا الموسم لانه مشي من ناديين، لا يضرب في القسم الثاني ماشي لا يحق ليه قانونا بحسب اللائحه ما يروحش اي حته. لكن في احيانا يقول لك ايه رحل بالتراضي، طب التراضي طب مين اللي زعلان ومين اللي عايز يمشي؟ رحل بالتراضي. وطبعا يقال النهارده ان حسام البدري هيمسك سيراميكا واحمد سامي راجع مره ثانيه لعب كده غريب جدا في الدوري المصري. جوارديولا بقى له سبع سنين من انا كنت في الاعداديه وجوارديولا بيدرب ده كنت في الاعداديه من سبع سنين سبع سنين ايه مشكله عديها يعني ويورجن كلوب بقاله قد ايه في ليفربول؟ السنه السابعه الكبيسه المشكله بالنسبه لي. طب يمشي بقى يمشي، مش محمد صلاح ليه هو يمشي بصراحه؟ المهم مستني هنيجي للملف ده. تخيلوا حضراتكم احنا بنعاني، الكره المصريه تعاني، شوفوا احنا بنتكلم في تطوير والانديه المصريه ما عندهاش التطوير ولا عندها نيه للتطوير.